اليوم رح أعلمكم كيف بنعمل كونتور باستخدام عجلة الكنسيلر. أول شي بنختار كنسيلر بثلاث درجات أفتح من لون بشرتنا وبنحطها على المناطق يلي حابين نبرزها وبيلقطها الضوء، مثل تحت العيون، على الجبين، على الأنف وتحت عظمة الحاجب. اللون الغامق رح يعمل ضل وبيساعدنا لنصغر مناطق معينة مثل الأنف. فينا برضو نرفع فيها العيون لبين أوسع عند الدقن، وأكيد على عظمة الخد يبين الخدود أكثر ويبين الوجه أنحف. فينا برضو أكيد نصغر الجبهة، وهي أكيد حسب كمان شكل الوجه. وبنبلش بالدمج، ممكن نستعين بنقطة زيت أو سيرم للدمج، وبعدين بالبيوتي بلندر. الكونتور مش بس الوجه، فينا نعمله كمان للجسم. أنا هون عم بعمل للرقبة وهالمنطقة، وبندمجهم وبالآخر بنثبتهم بالباودر. وهي النتيجة النهائية، بتمنى تكون عجبتكم.